فيما يقول عن سيدنا عمر بتقول ما أفلح قوم ولوا أمرهم بامرأة. إجباري بده يسلم امرأة يا جن رجال، ما ضل عنده لسلم رجال، ما ضل عنده غير حمار مثل حكايته، ولذلك بده يحط لنا المرأة تستلم رئاسة نزل الشعب. يعني ما بتفرق كثيرا إذا كان رئيس مجلس الشعب امرأة أو رجل. هو مجلس الشعب بالنسبة للسوريين أصلا ليس بمجلس شعب، هو مجلس شعب، مجلس شعب حزبية. بالنسبة لاستلام امرأة مجلس الشعب، نحن بنعرف انه كل قوانين العالم انه مجلس الشعب هو مجلس اصدار قرار. نحن بوضع متوضعنا في سوريا، في حال انه جوزنا وقلنا اخي النظام قائم لساته ولسه ماشي مجلس الشعب تبعه وشغال وعم ياخذ قرارات، يعني ممكن بوضع متوضعنا هذا بالحرب نحن مرة تاخذ قرار حاسم بوضع مثل الوضع تبعنا؟ اظن مستحيل. الرجال منها اليوم ما عم تاخذ قرارات، طالما عقليته محدوده لهيك مشان يبين حاله للمجتمع العالمي كله انه هو زلمه بيحترم المراه. هلا ما في مجال لا لها ولا لغيرها، فحط المراه مشان منديل زفر انه هو زلمه فهمان. انا ضد هذا الشيء، لانه المراه تستلم رئاسه مجلس الشعب وكله تمثيلي مثل اي تمثيلي للنظام السوري اللي كسب دعم منظمات. استلمت علينا في سوريا، اللي استلمت والما استلمت ما بيأثر علينا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ما راح نخليها لا هي ولا قيادة الحكيمة بهالسلطة. أخي الكريم، هلأ بالنسبة للمرأة أن تستلم مجلس الشعب هذا أكبر غلط، إلا إذا في شغلة موال من عندهم، لأن موال من عندهم أي شخص عم يستلم من عندهم طبعا هن عم يكون عم يمروا من تحت لتحت، من تحت الطاولة الحكي. يعني الخطوة اللي قام فيها النظام من جديد تعيين امرأة لرئاسة مجلس الشعب هي خطوة يعني ما غريبة عن النظام، لأنه النظام كله عنده موظف، يعني حتى صلاحيات رئيس مجلس الشعب ما بياخدها. لا، لأول مرة أن النظام يأتي بالنساء ويضعها في مجلس الشعب، وقد مر في السنين السابقة النظام لا يأتي بالنساء ويزجها في مجلس الشعب بس من أجل تلميع نفسه أمام الخارج، لتلميع صورته أمام الرأي العام أنه إحنا نظام ديمقراطي، نظام علماني، نظام يحترم حقوق المرأة. لكن طبعا إحنا بنعرف السوريين كلهم بيعرفوا أنهم هم عبارة عندهم لا حول لهم ولا قوة، سواء حطوا امرأة ولا رجل. هي بالأساس لا يصح في خلال هذه الحرب الدائرة في سوريا لا يصح أن تستلم في هذا الموقع امرأة، فهي تحت فهذا الموقع تحتاج إلى رجل ويكون حكيم. يعني ووضع هذه المرأة في الوقت هذا في وقت الحروب والمعارك هو إعلام ليظهر للعالم أنه ديمقراطي وأنه يتمتع بالديمقراطية وعنده العنصر الإناث شغلة عظيمة أنه يشاركها في كل أموره. حالة النظام السابق كانت المرأة هي التي تستلم هذه المناصب هي مرأة مدجنة فكريا، هي مرأة حزبية لا تفكر إلا بما هو ضمن قانون الحزب. هلا بالنسبة لهذا الموضوع، المرأة لها حق بالترشح وتستلم منصب، بس بهيك مكان حساس ما بظن المرأة بتقدر تنجح كونها بتحكم أحيانا عاطفتها قبل عقلها. ليس لها دور إلا أن تكون ناطق، ليس لها دور فاعل أو مبادر بأي حدث أو أي حتى من ضمن صلاحياتها، فليس وقف الأمر إن كان رجل أو امرأة. هو عبارة عن مجلس دمى، يعني ما هذا المجلس الذي يمثل الشعب السوري وأصبح ثلث الشعب السوري خارج البلاد. هلأ شوف، إذا رئيس مجلس الشعب راح تكون مرأة كأم البيارق فنحن بنحيي هيك مجلس الشعب، لأنه راح يوصل صوتنا لأبعد مدى. عرفت علي؟ يعني هو مجلس الشعب يعني نجح كثير باستلام رجل، بس شلون إذا استلمته مرأة؟ شغلة كبيرة.